احتفلت مؤسسة مصر الخير بتخرج دفعة متميزة من أطباء العيون بعد تدريبهم على أحدث التقنيات العالمية في عمليات المياه البيضاء والشبكية، بعد الاستعانة بفريق عالمي لتدريب أطباء العيون في صعيد مصر. مؤسسة مصر الخير أصلا تهدف إلى تنمية الإنسان، وإحنا شعارنا تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية، وإحنا بنعمل معظم جهدنا كله في صعيد مصر، لأن احنا نعلم أن صعيد مصر أولا هو المنطقة الأولى بالرعاية، ثانيا احنا بنبذل الجهد فيه بتبقى معلوم ومشهور وموجود، والحمد لله احنا كل أعمالنا موجهة معظمها لصعيد مصر. اليوم مؤسسة فيبي دي مؤسسة بتجمع شراكة بيننا من مؤسسة مصر الخير وبين مؤسسات أخرى كلها بتعمل في العمل المدني معظمها، ولكن مؤسسة فيبي لها غرضين اثنين. أهم غرض الأول، الغرض الأول هو علاج العمى أو القضاء على العمى، والغرض الثاني له علاقة بالمعاقين. احتفالية صغيرة بمشروع مبادرة لتطوير التعليم الطبي في مصر. الحقيقة مصر الخير بالتعاون مع مجموعة من أساتذة طب العيون في العالم العربي مع الكنيسة الإنجيلية، المشروع تلخص في تدريب مجموعة من الأطباء على تكنيكس وطرق عمليات بأجهزة حديثة وطرق حديثة، وفي نفس الوقت القيام بعمليات في صعيد مصر. كان مدة 3 أيام حوالي أكثر من 50 عملية كلهم كلهم بالنجاح لتطوير طرق علاج المية البيضاء والشبكية، الفصل الشبكي. الحقيقة التجربة دي ده يمكن المرحلة الثانية منها، سبق قبل كده مصر الخير تعاونت مع مجموعة فيبي ومع الكنيسة الإنجيلية في هذا المجال. بشكل عام ده بيصب في توجهات مصر الخير الأساسية اللي هي تنمية الإنسان، والصحة بالنسبة لنا هي أحد محاور الأساسية. رأي الخبراء الأجانب هو رأي كمان نفسه، أنه الأطباء المصريين أذكياء جدا ومتشوقين للعلم، وينقصهم حاجات معينة لكن مش كتير، عشان كده يبقى مش ضروري جدا، مش وضع ميؤوس منه، بالعكس هو وضع كويس عشان نقدر بحاجات صغيرة احيانا نعمل عمل كبير. الصعيد تمثل منطقة هامة في مصر وتم تجاهلها لفترة طويلة، وهي الآن تحتاج إلى إعادة النظر من جديد في ظل تنمية المجتمع المصري الذي نتطلع إليه. إنجي خالد، لنهارك سعيد.